من ناحية الشكلية الوضع يثير برشة تساؤلات وغريبة لحد كبير. معناها فما زوز مؤشرات. المؤشر الأول هو أنه كي تفتح صفحة رئاسة الجمهورية تلقى سماح للناس بالتظاهر، وعلى صفحة وزارة الداخلية معناها دعوة المواطنين للالتزام بالقانون وعدم التظاهر. وهذه يظهر لي معناها تثير برشة تساؤلات على التنسيق بين أجهزة الدولة، ومانيش فاهمين بالضبط علاش معناها حادثة كيما هكا صارت بين زوج أجهزة مهمة رئيس الجمهورية ووزارة الداخلية. المسألة الثانية هو أنه اليوم حسب تصريحات معناها من رئيس المجلس أعلى القضاء وقع منع الموظفي وأعوان المجلس بالالتحاق بالمقر نتاعهم، في حين أنه لليوم للحظة هذه مازال ما عندناش مرسوم أو قرار مكتوب ومعلن ومنشور للعموم يتحدث على حل المجلس الأعلى القضاء. وهذا يصير زاد تساؤلات أغرب معناها شنو هو قاعد يصير بالضبط في تونس. بالنسبة من حيث الأصل في تقديري أنه بدنا برشا النقاش حول إصلاح المنظومة القضائية، ودخلنا في صراع تاع صلاحيات وسلطات معناها شكون يتحكم في القضاء. وفي تقديري هذا ماهوش مش ينفع لا للتجربة التونسية لا الأوضاع في البلاد، ولا مش ينفع العدالة ولا القضاء في تونس. النقطة الأخيرة هو أنه واضح أنه ما يحدث في تونس خاصة التطورات هذه الأخرانية تثير ردود فعل دولية يعني سلبية بالنسبة لتونس، خاصة في وقت اللي احنا محتاجين أنه اليوم نخرج على الأسواق العالمية ونتفاوضوا مع صندوق النقد الدولي باش نحاولوا ننقذوا الاقتصاد. وفي تقديري معناها أكبر حاجة هي الآثار السلبية جدا لما يحدث في تونس على وضعنا الدولي وعلى علاقاتنا الخارجية وعلى عملية الانقاذ الاقتصادي اللي تحاول تونس تقوم بها.